ده استاذ سامع عاصور ده يعني ايه عمل انسان؟ يعني ايه عمل انسان؟ وسعاده الانسان للانسان. وسعاده الانسان للانسان. طيب ايه تاني تعريف تاني لعمل الانسان؟ الهدف من عمل الانسان هو تحقيق انسانيه الانسان اللي الانسان اللي هتساعده يعني. تحقيق انسانيه الانسان اللي انت بتساعده. طيب يعني ايه عمل انسان؟ وده صح. ارتقاء الحالة الاجتماعية الإنسانية. طيب إيه تاني؟ مجتمع إنساني. مجتمع إنساني، إيه تاني؟ هو العمل الدافئ لديه في فطرة الإنسان السليمة لحب العمل الخير ونقله إلى الخير. يبقى العمل الإنساني فطرة سليمة، إيه تاني؟ كل ده صح. كل ده صح. العمل الإنساني كلمة إنسان كلمة عمل إنساني أو بالإنجليزي هي ماتين وورك الغرب حديثا. طيب العمل الإنساني حاجة مش جديدة، حاجة قديمة زي ما احنا اتكلمنا في المحاضرة الأولانية من قديم الأزل، ولا يقتصر على دين أو على عرق أو على مجموعة معينة، كل الناس شركاء فيه، كل الناس حبت تثبت ذاتيتها بالتحدي هذه الكوارث ومساعدة الإنسان من أجل المساعدة، بغض النظر الهندوس، البوذيين، المسلمين، المسيحيين إلى آخره. الإنسان من أجل الإنسان. الإنسان من أجل الإنسان. ومن الخطورة بمكان إن احنا نحذب ونسيس ونجمع العمل الإنساني، معنى إيه؟ بمعنى أنا بس هشتغل للفئة المعينة دي، لكن أنا بجمع مال للبلد كلها، غلط. انت لو انت هتقول لي في الاول انا هشتغل فئه معينه من الشعب هكون انا صادق معاك ان اعطيك التبرع او ما اعطيكش التبرع، لكن لما تقول انا هشتغل لجميع اللاجئين السوريين وداخل الاطار ده وانا مختار فئه وغطي عليها واشتغل لها، ده مرفوض. ده مرفوض. او انا هشتغل بالمال بتاع العمل الانساني ده من اجل تقويه حزب سياسي، ده مرفوض. او من اجل تقويه مذهب معين، ده مرفوض. ان اللي اعطاك المال في عمومياته اعطاك لك من الصور اللي بيشوفها في التلفزيون وفي السوشيال ميديا والحاجات دي كلها، لو اللاجئ او النازح السوري او اليمني النازح اليمني الى اخره، ما اعطاهالكش لحزبك او لجمعيتك او لجماعتك او حتى لدينك انت لوحدك. وده المفروض ان احنا نكون فيه شفافيين او ايه، عندنا مقدار من الشفافيه والمصداقيه مع المجتمع ومع المال. لذلك في ردة فعل عكسية الأهالي داخل سوريا اللي أنا بسمعها ضد الجمعيات اللي هي موجودة في تركيا، صح ولا غلط؟ وأصبح بعض الناس من النازحين داخل سوريا يعني يشكوا في مثل هذه الجمعيات. أنا مش هخش في تفاصيل إنهم يعني بيشكوا أو يتهموا، لكنها موجودة. أنا بقى هتكلم عن جزء تاني من التحديات اللي بتتكلموا عنها، هي ما هي تحديات أو أبعاد العمل الإنساني. أبعاد العمل الإنساني، أول حاجة العمل الإنساني ده خدمة. خدمة. سواء كانت بمقابل أو بدون مقابل. خدمة بمقابل أو بدون مقابل. زي ما احنا قلنا أول بعد من أبعاد العمل الإنساني هو العمل الإغاثي. اللي احنا بنتكلم عنه ده. اللي يا إخوانا اللي حطوا معايير العمل الإنساني المؤسسات الغربية، جزاهم الله خير. حطوها لو انتم مش عاجبكم المعايير دي اما انك تعملوا معايير اخرى او اما تكونوا اتحادات وائتلافات تجلس الى هذه المؤسسات وتحاول تغير منها او اما نقبلها. واحد اجتهد وعمل كتاب واكتر في الكتاب ده زي ما هو عايز. جيت انت مش عاجبك الكتاب ده اعمل كتاب تاني. لكن ما اتهمش وقول ده كذا وكذا 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 وانا ما عنديش بديل. فللاحقاق الحق سبقنا في هذا العمل المنظم المؤسسات الغربية اللي هي عندها ثقافة مسيحية. وجزاهم الله خير حاولوا بقدر الإمكان يكونوا حياديين وشفافين. عندهم شفافية. أنت بقى جاي وعايز يعني تعمل شيء جديد، يا إما أن تخش في هذه المنظومات وتحاول تتدافع معهم من أجل تغيير بعض النصوص، وأنا كنت أنا أرى أن أغلب النصوص اللي موجودة
أو تعمل أنت منظومة، والمنظومة بتاعتك أنت دي تتبناها أنت ومن معك حسب المعينة هنتكلم عنها هم بيتكلموا عنها. يبقى أول خدمة من العمل الإنساني هو الإيه؟ إغاثة اللي هنتكلم عنها. واضح الإغاثة؟ ده أول بعد. والعمل الإغاثي زي ما احنا اتكلمنا دخل في حماية الطفل، دخل في حماية الأرملة، دخل في حماية المرأة، دخل في حماية المريض، الحاجات دي ما كانتش موجودة زمان. دخل في الحقوق اللي احنا موجودة في القرآن الكريم، ولا يحض على طعام المسكين. الحض اللي هو إشاعة حاجة المسكين. اللي أصبح دلوقتي منظومة اسمها أدفوكسي. وإن كل جمعياتنا وكل مؤسساتنا مش أدفوكسي. إزاي تقف من أجل حقوق الطفل والمرأة والمسكين. العمل الإنساني برضك خدم، تخدم المجتمع. انزل أنت لأي مجتمع من المجتمعات اللي إحنا عايشين فيها. ونضرب مثلا المجتمع اللي كان عايش فيه مجتمع المدينة الفاضل. سيدنا عمر كان بيعمل ايه؟ كان بيخرج بالليل في كل حاره وفي كل شارع وفي كل كذا، ويسمع ده بيشتكي ازاي، ويسمع صوت الماء كذا. فكان المجتمع صغير. يجعل العامل الانساني او العامل المجتمعي قادر على انه يمشي من اول المدينه لاخر المدينه. انا دلوقتي اقول لك تعالى في اي حي من احياء دمشق اسمه ايه؟ دينا حي كده من احياء في دمشق. الميدان. ها؟ الميدان. الميدان في كم الف؟ 100,000. يعني في 100,000 مشكلة. يعني في 100,000 حاجة. يعني مش في 100,000 حلم. لأن كل شخص من 100,000 دول عنده حلم. وعنده مشكلة وعنده حاجة. فهل والي دمشق أو هل حتى مختار الحي ده هيستطيع أن يمشي على كل الناس دول زي ما كان سيدنا عمر بيمشي زمان؟ يبقى تحول العمل من المرحلة اللي هي الفلاك اللي هي الأفقية دي إلى مرحلة معقدة. وكل يوم المجتمع بتخش عليه قضايا غريبة عنه عن طريق التواصلات وعن طريق الاتصالات وعن طريق الأفكار الغريبة اللي بتيجي أو بتطلع من عندنا. اللي كان ما يكون في 1,000 غير لما يكون في 5,000 غير لما يكون في 100,000 غير لما يكون في 1,000,000. فحي واحد بس من أحياء دمشق في 100,000 أو 200,000. فالعمل المجتمعي عمل معقد. عمل عايز صبر، وعمل عايز جهد، وعمل عايز استبار كمان عشان تشوف الثمره بتاعتك طالعه ازاي. يعني بتتعامل كل فرد في المجتمع هو مشروع بذاته. عمليه مش سهله. فدي بعد اغاثي، ودي بعد اجتماعي. ايه بعد ثاني؟ بعد ديني. لو كان ديني غير قادر على خدمة المجتمع يبقى أنا مش مؤمن. إيمان حق بهذا الدين. يعني لما أدي بعض الأمثلة أو أضرب المثل ده بالدكتور عبد الرحمن السميت رحمة الله عليه، لما قابلته سنة 1983 ديسمبر 1984 كان في مدينة اسمها داربي، وكان في مؤتمر كده، وكان سلمت عليه. المهم يعني فحكى لي قصه. قال لي انا بعد نزلت افريقيا وكنت انا فاكر ان انا عامل قصه الدنيا وبتاع ده، ودخلت غوه من الغابات بس مش فاكر اسم البلد اللي هو راح فيها. وعلى ان هو اول ما يصل لقى امراه عجوز مسيحيه موجوده من 10 سنين. تركت اوروبا بما فيها، وتركت الغرب بما فيه، وتركت الحياه الرغده الهانئه السعيده بما فيها، وقعدت في وسط الاطفال والنساء تساعدهم. حس قدامها ان هو صغير. وانا حسيت قدامه قصه ان انا صغير. هي امام وظيفه دينيه. بغض النظر بقى دينيه او غير دينيه كم سنه كده. فالانسان المؤمن بدينه لو ما حولش الدين الى قيم وخدمه مجتمعيه دون ان يجبر الناس ده يقرا في الدين. فانت تجبر الناس حتى يكونوا مؤمنين، انت اخدمهم. ما عليك الا البلاغ. اما الذين يجبرون الناس على اعتناق الدين من اجل الحاجه، ودول بيرتكبوا جريمه انسانيه. لان انا ما اقدرش اخش على واحده امراه ارمله ومعاها كذا ومشرده واقول لها انا هديك الاكل ده بس تغير دينك. ده مرفوض. كل الديانات سمراء. لكن انا عليا
أنشر ديني بأخلاقي، أنشر ديني بقدمي، بقيمي، أنشر ديني بمدى خدمتي للمجتمع. فالعمل الإنساني ليه بعد ديني. في بعض الناس بتستفيد من هذا البعد وتغير دين المجتمع، وده مرفوض انك تستغل ضعف الفقير والنازح والأرملة والمسكين. ثقافة في بداية الثورة كان في عنا بغض النظر، انا بس ايه، انا بس عايز ادخلك في الموضوع ده ليه؟ لان العمل الانساني بس مش احنا بس بنأكل، لا، ثقافة. كل جمعية لها ثقافة، وكل مانح له ثقافة، وكل مؤسسة لها ثقافة، وكل دولة لها ثقافة. أنا عايز أخدمها وأبني اجتماع مجتمع، بس أنا شايف وجهة نظري النقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي والنقطة دي. أنت مش ملزم، إن أردت أن تحصل على المال فلا بد أن تعرف الثقافة شكلها إيه. إن أردت أن تستقل عن حصول على المال أي مال من الخارج فلا بد أن تجعل مجتمعك هو الذي يعطيك المال بتدافع عن ثقافتك وعن قيمك وعن دينك وعن أخلاقك وعن عقلك. كل عمل إنساني ليه ثقافة، كل مؤسسة ليها ثقافة، كل مانح ليها ثقافة، كل حكومة ليها ثقافة. واضحين يا شباب؟ ده بعد ثاني. تعليم، أنا عايز أعلمك مناهج اللي أنا أعتقد إن هي أحسن المناهج. قد لا تتفق مع ثقافة المجتمع أو مع حاجة المجتمع إلى آخره. لكن أنا عندي منحة لبرنامج تعليمي معين. برنامج تعليمي معين. بشوف أبعاد العمل الإنساني ماشي إزاي في مجالات مختلفة كثيرة، لأنها بتشمل مجتمع النازح اللي هو في كل الأطياف. يعني إحنا ليه ما نستفدش من اللاجئ والنازح؟ ودي قضية إحنا أثرناها أيام حرب البوسنة. أيام حرب البوسنة كان أغلب اللاجئين والنازحين داخل البوسنة وخارج البوسنة من المتعلمين والدكاترة والأطباء والأساتذة والمثقفين إلى آخره. وإحنا علمناهم إنهم يمدوا إيديهم وياخدوا حصة غذائية. مجرم الذي عمل هذا. لابد أنا إحنا كجمعيات نقول إحنا عندنا القدرة. عندنا القدرة، مش عايزين الحصة الغذائية، لكن عايزين الحصة التدريبية التي تستطيع أن تستغل قدرات ومؤهلات النازح واللاجئ في التعليم وفي كذا وفي كذا وفي كذا. فالعمل الإغاثي، العمل الإنساني ليه بعد إيه؟ تعليم. معلومات، ودي خطيرة جدا بقى، دخلنا بقى في الحاجات دي اللي هتبقى نسخة فيها. كل معلومة عندك بتقدمها هي لها قيمة عالية 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 جدا. يستفاد منها. أليس التعليم فرض ثقافي؟ بس في ثقافة أخرى، في ثقافة واضحة، وفي تعليم هي كل مشروع تعليمي. هنا لا يجوز، هنا يجوز. في حرب بين أيوه. لا تخلي خلص بس كده. يعني بنتكلم إيه؟ نتكلم عن المعلومة نفسها قيمة جدا. قيمة جدا جدا وتوازي قيمة وأكثر من قيمة ما أنت بتاخدها. لأن أنت بتروح تعمل دراسة حالة، دراسة حالة، دراسة جدوى، مشاكل، ده بيخلي المانح يفهم تركيبة الخريطة الاجتماعية والثقافية والدينية والأمنية في المجتمع. فأنت بتدي معلومات، والعمل الإنساني معلومات، بدي معلومات. بعد آخر. اقتصادي، نخش بقى من المعلومة للاقتصاد، المعلومة اللي استفدت بيها في إيه؟ عمل مشاريع اقتصادية، ترجع المعلومات دي للدول، فالدول بتستفيد فيها لبناء الاقتصاد والاستفادة من الاقتصاد اللي داخل ايه الدولة المستفيدة. يعني اوعى تفتكر ان عمل الإنسان هو ده عمل عاوز تعمل، مش عايز دايما احنا بنتكلم كلمة دروشة كده يبقى فيها إهانة للإخوة المشايخ، لا، يعني أنا أتكلم عن نفسي، أنا بلا بلا، اوعى تفتكر عمل الإنسان ده بلا بلا، مش عارف بلا بلا يعني إيه، بس ده بلا بلا. أي كلام. يعني بس كده وبتاع ده وقلب الصفحه، لا، الناس بياخدوا المعلومه وبيوظفوها في تخصصات مختلفه، منها الاقتصاديه، الاراضي الزراعيه، المناجم، المعادن، الثقافات المختلفه اللي هي جزء من الاقتصاد، العرقيات، اللي كذا اللي كذا اللي كذا اللي كذا، الناس بيستفيدوا من المعلومه. طب
تطلع بيها برامج ثقافيه وتصديها برامج مصريه. انت اثرت عليا برامج اقتصاديه بعد كده هو. اما ان انا اخش ابني اقتصاد الدوله اللي انا مشتغل فيها، او ان انا اعرف فين مكامن قوه اقتصاد الدوله دي فاحاربه او انميه، او ابني اقتصاد دولتي من خلال المواد الخام اللي موجوده في الدوله الثانيه. واقتصاد مبني على المعلومه، ده معلومات. بعد كده هو شوف بعد اقتصادي مش هنا في الاستثمار والتجاره. تسلسل. مين اللي هيجيب المعلومه للمواطن المانح او للشركه المانحه او المؤسسه المانحه الا المؤسسات الانسانيه دي بتديها لانها موجوده وجزء من المشروع. فالمستثمرين الملياردريين ينزلوا بناء على المعلومات دي كلها ويتحققوا منها ويبتدوا يعملوا العمل الاستثماري من اجل الوطن ده اذا كانت نوايا صافيه او لشيء اشياء اخرى اذا كانت نوايا غير صافيه. واضح؟ شوف قد ايه احنا بيقولوا لنا عمل الانسان ده طب وزع ايه؟ حصه غذائيه وبعدين كل ده فيه واكتر خدمي واعلامي. انا بستفيد بالقصه والصوره وبالفيلم عشان يكون عندي سبق صحفي. بعمل حدوته، بعمل دراما. يعني القصص بتاعت المآسي والانجازات بتاعت النازحين واللاجئين والفقراء بتتحول الى دراما سينمائيه او دراما تلفزيونيه او قصص. بشوف قد ايه البعد، احنا مش قادرين نعرف ان احنا بنشتغل مع كنوز لا نقدرها. فكيف المؤسسات بتاعتنا تحول هذا الى ادبيات؟ ادبيات تخش بقى في الثقافه وتخش في الاداب الى اخره، وشخصيات وقيم. والعمل الانساني خدمي اعلامي كمان. بيغير المجتمع زي ما احنا اتكلمنا في الاول. بيغير المجتمع، ليه؟ لان ثقافه المانح بتفرض نفسها على ثقافه الايه؟ المستفيد من فقراء المستفيد. اما بتتغير سلبا ام ايجابا. انت شايف كم بعد دلوقتي؟ كم بعد دلوقتي قلنا؟ 16 17 ها؟ 16 17 9 10 10 10 اقيموا عليه الحد 11 تغييري ثوري. تخش لك بعض التشكيلات تثير القلائل ما بين الاقليات وتبتدي ايه؟ تعمل ثورات في بعض الاشياء. الحكومات او غير الحكومات تحت غطاء العمل الانساني اثروا بعض الناس افسدوا ما بين القوم. انا هديكم بعض المثال. في ازمه دارفور اللي كانت ممتده في القبائل ما بين السودان وبين تشاد، وجدوا احد اصحاب اشوف الدوله بتساعدهم ازاي. وجدوا ان احد العاملين اللي جاي من فرنسا اللي كانت فضيحه في التلفزيون بيهرب الاطفال على انهم جرحى وبتاع ده كده 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 كده. فاكتشفوهم اهل تشاد فمسكوا الدول العاملين دول. اتحركت لهم الحكومه الفرنسيه في الوقت ده في 2003 و2004. في هايتي نفس الموضوع حصل. بعض المؤسسات الغير انسانيه كانت بتاخد اطفال بردك اللي هم خلاص ناس مش عارف 70,000 ولا 80,000 ماتوا الى اخره، فبياخدوا الاطفال. فالدوله الضعيفه مسكت هؤلاء العاملين وحبستهم وتحرك لهم الرؤساء السابقين للحكومه الامريكيه. ازمه دارفور وال 13 مؤسسه اللي طردتهم السودان في 2005 و2006. على ان بعض المؤسسات كانت بتعمل اعمال غير انسانيه يعني استخباراتيه. قامت الدنيا في الامم المتحده وما عادتش. شوف التغيير السلبي والايجابي واحداث الاشياء. في مؤسسات طردت من السودان. كنا نقول السودان صح او غلط مش مشكله لان مش متدخل في القضيه، بس ده اللي حصل. ده اللي حصل في تشاد، ده اللي حصل في هايتي، ده اللي حصل في السودان. احد المؤسسات مش هذكر اسمها، مؤسسه دوليه كبيره جدا جدا جدا، ومنتصف التسعينات لقوا في احدى طائراتها الحكومه السودانيه مسكت الطياره دي كان فيها شحنه عسكريه وطردوها. قعدوا 5 سنين يجروا في الحكومه السودانيه لغايه ما رجعتهم مره اخرى. قالوا احنا مش احنا، ده واحد مش عارف ايه، ده السواق، ده مش عارف ايه، الى ان ايه قفل الملف ده. واخدين بالكم العمل الانساني شكله ايه؟ مش بلا بلا. انا سميتها ايه؟ بلا بلا ولا بلا؟ ايه؟ بلا 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 بلا.
مصطلح جديد هو، مدخل ثقافة جديدة هو. يلا تعب ربنا. قيم، مدخل قيم جديدة للمجتمع. مدخل قيم غريبة عن المجتمع، أو قيم مسلحة للمجتمع. أو قيم مدمرة للمجتمع. دي بعد قيم. طريقة كلامي، طريقة لبسي، طريقة أكلي، إلى آخره، إلى آخره، إلى آخره، ده أعمل مع الناس. لابد اللي بيشتغل في العمل ده يعرف إن دي كل جزء من الأبعاد الكبيرة للعمل الإنساني اللي في مجتمعات في كل مكان في العالم. فني زي الإعلامي قلنا وزي الفني. يعني وأنا في مش وأنا وإحنا في ليسبوس من كام شهر كده، قصة جميلة جدا لازم أقولها. يعني لقينا ثلاث عائلات مش مسلمة، واحدة من أسبانيا، واحدة من اليونان، واحدة من بريطانيا. اللي من بريطانيا فنان بيرسم ويعمل أعمال خشبية ويدوية ويبيعها. لما خرج من لندن علشان يربي بنته في مكان يعني يكون هادي شوية مهوش صاحب المدينة، جت مشكلة 2014، فشاب تحمس للاجئين السوريين اللي جايين من تركيا او اللي مش كان اغلبهم سوريين طبعا، وكان بيراقب وصول المراكب على الشاطئ في لسبوس هناك. كان مجموعه 20 او 43 واحد وحاول يساعده الى اخره. ترك الشغل بتاعه كله، ترك العمل الفني بتاعه ده، وبدا هو وزوجته يعملوا مأوى ليه؟ مش مأوى يعني، لا يعني زي ما تقول يعني مش جمعية، مركز لإعطاء الصابون والمواد اللي هي التنظيفية والملابس القديمة للناس. موجودين برضه موجودة. الثاني وبعد كده عمل لهم مركز فني، يجي يقعدوا اللي عايز يقول لهم يعرض يقول شعر يقول كذا يقول كذا. طبعا مش في السوريين بس اللي موجودين في ليسبوس، في سوريين وفي عراقيين وفي افارقه وفي يمنيين الى اخره، يعني عالم عالم. وعملوا لهم مركز اجتماعي كده. الثاني اللي هو اليوناني كان عنده مطعم، كان عنده ايه مطعم تجاري يعني عادي، وبدا ياكل الناس. فالحكومة قالت له يا تشتغل تجاري يا تشتغل ايه خير. قال لي هشتغل خير، ناخد الرخصه بتاعته. بعد كده سجل جمعيه والمطعم بتاعه على البحر. يعني مكان جميل. انت كسائح تروح هناك تاكل وتتفرج على البحر يعني تتمتع بيه. عملوا مركز لاطعام اللاجئين اللي موجودين هناك. لا ده مسلم ولا ده مسلم. والثالث اسباني. عمل برضك مطعم. او مش مطعم، مطبخ. طلع وجبات يوزعها. بدأوا الناس العاديين يتفاعلوا معاهم. الراجل الفنان ده بدأ يفعل طاقات بعض اللاجئين لعمل الرسومات ويدربهم. أصبحت دلوقتي فن اللاجئين أو فن النازحين أو فن المحتاجين. فن جديد. شفت قد إيه البعد؟ فكرة بسيطة قد كده أهو. فتلاقي شفت حاجات عملها بعض الشباب الأفارقة غير عادية. في كل لاجئ وفي كل نازح موهبة ومقدرة وقدرة. فليه بعد فني. أول مرة احنا عملناه كنت احنا دايما بنروح في القضية البوسنوية نطلب من الأطفال يرسموا نديهم جوائز. وده في قضية البوسنة في أول سنة. فجات الاندبندنت عملت حملة للبوسنة، قالت هنقسمها بين كذا جمعية، فإن احنا ليه نصيب ايه؟ 342,000 جنيه فيها. فأنا أخدت صورتين معايا. وكان حاضر الحفله دي رئيس اسمه رئيس التحرير، وممثله بقى اسمها ايما تومسون. ايما تومسون ممثله اللي هي البريطانيين موجوده في امريكا دلوقتي. فلما بصوا لرسم الطفل كانت المراه دي تبكي. لان الطفل بيعبر عن الحاله اللي هو عاشها من الدمار والحرب والقتل الى اخره في صوره معبره. فالفن بيطلع من حاجة تاريخي. مين اللي مسجل التاريخ يا اخوان؟ مين اللي مسجل التاريخ؟ اللي بيكتب. مين اللي مسجل الأحداث؟
ان ده مغتصب وده وده مغتصب وده عنده حقه. اللي بيكتب احنا ما بنكتبش، ما بنسجلش، ما بندونش. الناس بتدون وبتكتب، فانت بتقرا الطريق اللي قد يكون صح وقد يكون غلط لمكان معين في كارثه معينه في زمن معين. لا انا مش ده ما حصلش، لا انت ما كتبتش ليه؟ انت ما وثقتش ليه؟ خدت بالكم؟ ده البعد ان بعد 20 سنه أو 30 سنه لما يجوا يبصوا للقضيه دي كلها يقول لك هات الكلام اللي اتكتب. مين اللي كتب؟ ما حدش كتب مننا، ما حدش رسم مننا، ما حدش عمل فيلم مننا، ما حدش عمل تمثيليه مننا. قد ايه البعد بتاعه؟ بي ده اخر نقطه مش كده؟ لسه في كمان اثنين. طيب لابد نحافظ فيه على البيئه اللي احنا بنشتغل فيها، ما نغيرش البيئه، لان البيئه ليها مكونات بتساعد الانسان سواء داخل الوطن او خارج الوطن على الحياه. ما نكونش احنا معادين للبيئه، وكل مشاريعنا اللي احنا بنعملها يكون فيها محور للمحافظه على البيئه. أكيد ده أكيد وأكيد وأكيد، واللي بعديها جنبها اثنين ورا بعض. قلت في أمن خلاص، يعني كل الدوائر الاستخباراتية والأمنية تستفيد من المعلومات بتاعة العمل الإنساني بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. ده شيء طبيعي مش شيء وحش، سواء كان من الدول المانحة أو الدول المستفيدة. لذلك وأن تعمل في مناطق الصراعات المسلحة حذاري، حذاري أنك تعمل ب كلمة اسمها إيه؟ بثقافة البلبلة، وتعمل أعمال أهلاً أهلاً لقد جاء الحق وذهب الباطل. السلام عليكم. إذا حضر الماء ذهب التيمم. تحياتي دكتور، كيف أنا مجفف وأنت تنبع. يا سلام. فينيك؟ فده جزء اللي احنا بنتكلم عليه، اللي هو ايه؟ اللي هو الناس بتستفيد من كل معلومه عندك. واللي اشتغل في المناطق اللي فيها صراعات يعلم ان الذي نراه مؤسسات كثيره تكتب عنه الاشياء بالتحليل. تدافع زي ما انا قلت في الاول، ولا يحض على طعام المسكين. يعني شوف ربنا حطها في القران ازاي؟ حطها في كفة الميزان اللي هو يكذب بالدين، وفي الكفة الأخرى الدفاع عن حق اليتيم أو حق أو إشاعة حاجة اليتيم حاجة حاجة المسكين. يعني شوف قد إيه يعني تفسر لي أنت كده، يعني الذي يكذب بالدين معناه إيه؟ يكذب بالدين معناه إيه؟ أو ما يؤمنش بيوم القيامة. هذا بيقول الكفر، بس ربنا سبحانه حطه في كفة إن هو الذي يكذب بالدين هو الذي يدع اليتيم. يعني واحنا بنتعامل في العمل الإنساني نعرف إن اليتيم هو أرقى شخصية لابد أن نحافظ عليها لأنها ضعيفة. بالك؟ ولا يحض، ربط الحد، الحد معناها إيه يا إخوانا؟ معناها إشاعة الحاجة لو ما نسميها لما قلنا علاء هيقول لكم إن هو أكثر مني حصافة وفصاحة في اللي هو الأدفوكسي. الأدفوكسي من السياسة لكنه بيقول والله المنطقة دي تحتاج كذا وكذا وكذا عشان يدافع عن حقوق المساكين والأرامل إلى آخره. طبعا اللي هو الكولونيال ده إحنا اتكلمنا عنه في الأول فعشان كده عايز أكلمه تاني. فأنا بس حالي كده احنا خدنا تقريبا نص ساعة وقت من نص ساعة، ودي بعض أبعاد العمل الإنساني اللي احنا داخلين فيه. شغل البلوشة أو شغل البلبلة زي ما طلعت المصطلح ده ما ينفعش في العصر اللي احنا عايشين فيه، لأن ده 21 بعد ممكن يكونوا 120 بعد. البحوث اللي كذا اللي كذا طالعة من المعلومات اللي احنا بنطلعها من العمل اللي احنا بنعمله. لما راح بأخونا علاء اديني راسك حركة عادة تانية ما تخافش. فرحان أو لا حلو الرسم. أسئلة بقى وإضافات زي ما أنتم عايزين، اتفضل. دي برضه كانت في الطيارة، ده غير بتاع الطيارة بتاعت أنطاكيا. دي طيارة ثانية.
تفضل. يعني من بعد التوثيقي ايوه الان الاحداث اللي صارت في الثوره السوريه تسجل النزوح، تسجل كل الحالات المجتمعيه اللي بدها يغاسل. بعد فتره تحذف هذه الفيديوهات بالكامل، فاذا ما يعني ما قمنا بتجميعها الان لن تكون لنا مستند في المستقبل. وهي ماده موجوده بالاصل من دون عناء وتعب، يعني هي منشوره نشر الاول. فكثير من المنظمات الان تحض الناس على انه توثق او تجمع هالماده، لانه حذف وكثير من الاحيان بينبهوا انه قبل ما يحذف الفيديو انه احتفظوا في هذا الفيديو. التوثيق ده جزء منه هو توثيق العلامه، لكن في توثيق ثاني اللي هو توثيق الحالات اللي انت بتجرم مجرم الحرب، اللي هو التوثيق الفردي على حاله معينه. توثيق جرائم الحرب او الى اخره. فالتوثيق حتى لوحده صناعه ثانيه ومنظومه ثانيه ومسار ثاني خالص، احنا لابد ندخل فيه علشان التوثيق ده بيخليك زي ما عندنا مثلا كلنا بكيف ان اليهود بعد حرب العالميه الثانيه ما استطاعوا انهم يجيبوا اللي هم النازيين من كل مكان في العالم ويحاربوهم او عايز يحاكموهم. يعني كتير جدا بس مش عايز اخش في الحدث الخلفيه يا اخرامي، الناس تقول لك بعد الحرب وكذا يلا انقلب بالدم على طول. اليهود ما عملوش كده. اليهود لما استقر العالم كان عندهم بعض الجرائم اللي كان توثيقها بسيط، طلبوا بحقوق هؤلاء الناس يمكن بعد 10 سنين او 20 سنه، وجابوا الحق ولا ما جابوش؟ جابوه، بس جابوه لما استتب الامر واصبح فيه قوانين واصبح فيه مؤسسات قويه واصبح فيه تمويل عشان ايه يجيبوا حقوق هؤلاء الناس. اتفضل. ده بالنسبه للتوثيق. حياكم الله دكتور، انا متشرف جدا بلقاء معك بهذه الحضور هذه المحاضرة القيمة. إذا عدنا للجدول السابق الذي ذكره حضرتك منذ قليل، تبدأ العمل الإغاثي من الفطرة أو الفكرة. أيوة. أو الفكرة. وينتقل بمراحل قد تكون فطروية أو لا تكون مهنية، إلى أن تنتقل إلى الاحترافية لتصل في النتيجة إلى الهدف والغاية الأساسية من الفكرة أو الفطرة الذي هو التغيير. التغيير يكون على مستوى المجتمع، العمل الخيري المجتمعي على مستوى المجتمع. هذا التغيير أنا كصاحب فكرة ملزم بأن أسعى له بشكل مستمر طوال فترات العمل الإغاثي. الداعم أو المانح دائما لديه، إما أن يكون لديه أجندة معينة قد تخالف قيمي وأفكاري المنطلقة باتجاه التغيير، أو لا يكون لديه أي أجندة، يكون عمل الإغاثي للإغاثة. مثلا الداعم الخليجي على الأغلب ممكن هذه نظرتي يدعم احيانا للاغاثه من مبادئ دينيه ولكن للاغاثه على عكس باقي المانحين مثلا. انا لا اعمل للاغاثه مجرد اغاثه، الاغاثه هي احد اهدافي، توجد حاجه اغاثيه موجوده، ولكن الغايه الاسمى هي التغيير، والتغيير على مستوى المجتمع. اذا دخلنا على الحاله السوريه ونحن معنيين جميعنا بالحاله السوريه نحن نعمل فيها الآن، كل جمعياتنا ليست فقط عملها إغاثي، يجب أن يكون لديها أعمال مستقبلية أخرى، ولكي تستمر في المستقبل يجب أن تسعى لهذه الأهداف، ويجب أن تتخصص ولا تعمل بشكل عام عموما فقط إغاثي، يعني يجب أن تتخصص بأهداف معينة وتسعى إليها. المجتمع الآن بحاجة تغيير، المجتمع الآن توجد فيه مؤثرات كثيرة تعمل على تغييره بمسارات عكس ما نحن نريد أو نتمنى. مهمتنا الآن هي أكبر حتى مما بدأنا فيها، وهي أصعب. دي بتعتمد على رؤية أصحاب العمل. كل عمل لابد يكون رؤية وهدف ومهمة ورسالة واستراتيجية تحقق كل هذه الأشياء.
في بعض الناس بيقول لك لا انا سقفي ان انا هاكل محتاجينهم. في بعض بيقول لك لا انا سقفي التغيير. الرسول صلى الله عليه وسلم كان قاعد في مكه وهم يقول لك يعني راى قصور كسرى وقيصر الى اخره وهو في غزوه الخندق. مش حضرتك بتتكلم الصباح على احزاب غزوه الخندق لما ضربوا بالمعول في الصخره قال انني ارى قصور كذا وكذا وكذا. وبعض المنافقين قالوا احنا مش قادرين نتبول ولا نخرج وخايفين وده بيقول لنا قصور كذا وكذا وكذا الى ودي رؤيه. فانت صاحب العمل الذي تستطيع ان تخرج بالجمعيه من المبادره للتغيير، مش بس التغيير على مستوى البلد بتاعتك، على مستوى العالم كله. واللي سبقوك في التغيير كان عندهم فكره بس قتلوا عليها ونموها وكبروها وحافظوا عليها فتحولت من البذره الى الموائل والغابات اللي في كل مكان في العالم. وفي ناس تقول لك لا انا هقف هنا انا هقف هنا انا هقف هنا. دي امكانيات، لان ما اعتقدش ان احنا كلنا مطالبين بعمل التغيير. ربنا يعني ايه يجعل قله قليله في كل مجتمع هي قادره على القياده. واذا كان احنا مشكلتنا بقى في الدول العربيه عندنا يعني كلنا ان كل واحد فينا ايه زعيم. يقول لك انا زعيم وانت زعيم ومين بقى اللي هياكل الحمير؟ كنت السلطان ها خلاص حب الزعامه فما ينفعش. فلذلك هي من خصائص العرب ولولا نفر من كل واحد فرقه لتفقه في الدين كده الايه. فلولا نفر ويعلمك ها لا بس لا الايه فلولا نفر من كل فرقه طائفه ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم. النفر الاولانيه اللي هي النفير وهي فرقه طائفة ونفر تاني. يبقى وصلك النفر الأخير ده اللي هو تخصص. اللي هو إيه؟ يفقه يعني والتفقيه والتعليم ليس فقط في العلم الشرعي. يعني إحنا دايما مع المشايخ نختلف يقول لك الفقه كلمة فقه دي للشرعي. لا أنا فقيه في الطب، أنت فقيه في الهندسة، أنت فقيه في السياسة، أنت فقيه في الدستور، أنت فقيه في العلم إلى آخره. فكلمة فقه يعني المعرفة ها والمقدرة الفهم 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 زي ما تذكر. حد تاني انت جنبه برضك عندي على الناحيه الثانيه. مشكور دكتور. دكتور حضرتك اتكلمت عن العورات. انت بتك على العورات تاني؟ انت مالكش دعوه بالعورات، انت جاي جديد ونضيف ومالكش دعوه. طبعا انت اتكلمت عن العورات كتبت العورات في الصباح لانه هي سبب مثلا في اخطاء مثلا العمل المؤسسة الإنساني. فينا نحن نقسم العورات لعورات رئيسية وعورات فرعية، وما هي العورة الأساسية أو الأولى اللي هي بتكون السبب الرئيسي في فشل هذا العمل؟ هاي حتة معك حتة تانية بس خلينا أرد على ده عشان إيه تلما دخلت في العورة والأخ قال لما تيجي تتجوز تجيب حبيبتك التاني وحطها في الأوضة معاه مش أنت فرق تجعون ولا جميل هتكلم دلوقتي. قسمها زي ما انت عايز. اشد عورة الى من هي النفس. دي الصعبة. دي الصعبة ودي القاتلة اللي انت بتتكلم فيها. كلنا زعيم وكلنا كذا وكلنا كذا وكلنا كذا. يعني احنا مرة اضرب المثل ده برجل فلاح مصري جه والسجن وكذا وكذا وجه وكان يعني جاي يحاضر بعض الشباب عشان يعلمهم في بريطانيا. وهو بياكل فاكر القصه اللي قلتها دي؟ كان بايده الشمال. انت ما تتخيلش ان واحد السجن انه توجهه اسلامي مش عارف السنه تاكل بالشمال ولا باليمين. يعني 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 فشاب من الشباب المتفحلتين اللي هم متفحلتين ومتفلحين ولا اي حاجه سبيل الله. قال لي يا مولانا بقى ما تاكل بالسمنه وإلى كده. قال له حاضر يا ابني. كل ما يمسك المعلقه ياكل الرز تقع من ايده لانه كان مشلول. قال له انا هطبق السمنه. شفت قد ايه؟ ده بقى اللي انت بتتكلم عن العورات. انا مش فاهم ان رجل قضى في السجن 20 30 سنه من اجل قضيه اسلاميه ياكل بايده الشمال وانا بطلعه ان هو مش فاهم في السنه. في حاجة بديهية 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 من سنن. دي نمرة واحد. الراجل ده قال كلمة دايما أقولها في كل مكان أروح فيه رحمة الله عليه يعني ومات دلوقتي. قال لك يا ابني لما تيجي العمل العام تقف على المنصة اعرف إن الناس
يستمعون اليك باعينهم. لاحظوا انك بتتكلم ازاي، لابس ايه، مراتك شكلها ايه، ولادك شكلهم ايه، تصرفاتك ازاي، لان انت اصبحت ملكيه عامه. فاهم شيء في العورات انا، وانا قاعد مع نفسي في الاوضه وبتضلم كده، لان بعد كده الحاجات اللي على الملا ده انا ممكن اضحك على الناس اخدعهم. فنبدا بالنفس المريضه اللي بيتكلم عنها اخونا، ان كلنا زعماء وكلنا رؤساء وكلنا كذا وكلنا كذا. فمجرد انت ما اصلحت نفسك وقدرت على هذا، تستطيع ان تخرج، تاخد الخلف وتصلح من حولك، او تشارك في الاصلاح من حولك. فكان انا اصلاحك جميل جدا لو انت قدرت تقسم العورات وتبعت لي حبه عورات، يبقى انا جزاك الله خير، هستفيد من عوراتك وتستفيد من عوراتي. يعني بقصد انه في هي العوره هي محور رئيسي في التغيير، صح؟ اما باقي العوارات بتكون رديفه او بتكون تابعه يعني. صح. خلاص، لو عندك انت فكر، وانت شكلك كده عندك فكر سامي، وبالك فتقول لنا عشان بس اخر كلمه ثانيه. سؤال ثاني، الهرم هذا هرم ثاني؟ الهرم هل الانتقال فيه هو طريقه يعني فطريه، او بنسميه طريقه طبيعيه، ولا يحتاج للوصول الى التغيير الى طريقه ممنهجه؟ اديك انا ابسطها لك عشان بس ما اطولش عليك، انا مش عارف وقت بس قد ايه دلوقتي. حضر المثل، الشخص دلوقتي بيتكلم دلوقتي، انا ما كنتش اعرف الالف من كوز الدوره في العمل الخيري، من البطيخ في الشمام في العمل الخيري. خلاص، ساعات لما كان الناس تيجي تجمع من التبرعات في 1982 كنت اقول لهم يعني ابعدهم كده. مشيت من الشارع وتعلمت كل يوم حاجة، كل يوم حاجة، كل يوم حاجة، كل يوم حاجة. ففي ممكن لها مسارين، مسار التجربة العملية ومسار التعلم اللي هو الايه اللي هو الأكاديمي. الفرق بين الكونسلتنت اللي بيجي يديك ورشة عمل ما عندوش خبرة ميدانية، واللي عنده خبرة ميدانية بيديك ورشة عمل كبير جدا، هو صاحب خبرة لأنه شاف ألف وبه وجيم ودال. فهنا هو أنت لك الإيه الأمرين، ممكن الناس يأطروها لك، وإحنا محتاجين للتأطير ومحتاجين للمنهجية، ممكن الناس يروها لك بالترتيب اللي هم حصروها. يعني إحنا كنا تعلمنا إزاي نجمع المال في الشوارع، اتعلمنا إزاي نهنونا في المساجد عشان تردونا من المسجد تطلعونا برا واخدنا فلوس، علمنا ازاي نعيش مع الناس دول كلهم كمجموعه في الفتره دي بالذات. في ناس يقول لك لا انا عايز امشي فيها بقى ايه مرحله ولا اخر كذا وكذا وكذا وكذا. وفي مرحله على حسب امكانياتك انت تستطيع انك ترتقي من الف لباء لجيم. بس انا اللي بقوله هنا هو اللي فوق ده هدف. لو انت حبيت تعمل عمل يستفيد منه البشر كله، يبقى تخطيطك هيكون على مستوى البشر كله. لو عمل علشان يستفيد منه أهل الحارة، يبقى أنت بعدك أهل الحارة أو أهل الشارع أو أهل الضيعة أو أهل القرية أو أهل الوطن بتاعك. أنت اللي بتحدد أبعاد رؤية العمل اللي أنت عايز تعمله، وبالتالي ممكن تمشي فيه بالتجربة أو تمشي فيه بالعمل الأكاديمي، وتمشي فيه بالاثنين. طيب، تفضل. الساعة كام يا رامي عشان الناس ما تغديتش؟ لسه عملت تغيير الساعة 2 ايه؟ 40 دقيقة يا عم، اقول فيهم ايه دول؟ بس انت هتحكي ايه؟ ها؟ المفروض هلا راس ايه؟ راس تكيكي؟ لا خلينا بقى بدي عشان هم سخنين، عندنا حاجة تانية كمان جديدة؟ اتفضل. يعطيك العافية يا دكتور. انا طبيعة عمل خاص بتعرف مجالك من المحاضرة، فبعض الدروس اللي سمعتها في بداية المحاضرة تعليقي العمل الإنساني هو متعلق بالسياسة العالمية. كويس. هذا أمر واحد. اتطرقت إلى موضوع رئيس الجمعية غالباً. الجمعية غالباً هو مؤسس الجمعية، هو اللي شبكة التواصل. تبنى الجمعية أو تأسيس الجمعية، طبعاً نحن كسوريين عم نحكي معنا تجربتك اللي ما شاء الله عليك باع فيها. فنتيجة تواصل رئيس الجمعية جمع الفريق اللي بتقدمه تستمر الجمعية ويستفيد منها الكثير. في حال أنت قلت أن رئيس الجمعية هذا ما لازم يستمر، ما بصير يكون في نسبة مئوية من المشاريع
10% ولا 3% ولا أي كان بالنسبة يستفيد منها إداريا بتوظيف الأشخاص الفاعلين. يعني هو ممكن رئيس الجمعية حتى اثنين معه كمساعدين أساسيين ثم يبني على اختصاص كذا واختصاص كذا واختصاص كذا. كل هؤلاء بحاجة رواتب. إذا لم تكن نسبة مئوية من وين راح يجي؟ إذا اعتبر رئيس الجمعية وترك الجمعية أو صار عضو فيها صار غير فاعل يعني في نسبة نسميه مستشار فغالبا هو الدعم راح كل جمعية راح تأخذ منحدر نحو النهاية. بلد البرة المشاريع التنموية تدعم الأمم المتحدة لوتشا المشاريع فهي ما تدعم مشاريع فاعلة مشاريع تنموية. نحن كسوريين جينا على تركيا من أجل غلاء مشاريع تنموية بناء الفرق فهي المشاريع ما ندعمها. ندعم المشاريع اللي فيها مصروف وهدر محاضرات غير جنسية مثال مخلفات الحرب. مخلفات الحرب لاجئ في تركيا محاضرات صرف عليها يعني مبالغ كبيرة وأعداد كبيرة يلي حضرت لكن من مخلفات الحرب والحرب ما زالت قائمة. في حال نحن رجعنا فاللي أخذ محاضرة بال 2016 راح يرجع على بلده بال 2022 كما استفاد من المحاضرة. فالمحاضرات يجب أن تكون إما في الداخل وتم إيقاف الحرب أو في الأصل نحن ما نحكي فيها نحكي في مشاريع مفيدة. العمل الإنساني هو مسيس وليس كما تشتهي أنظمة الجمعية كما هي أهداف الجمعية. نرجع لرئيس الجمعية لكم الأخير. الجمعية لابد تكون حريصة إن هو المادة والمعلومات مع رئيس الجمعية تكون مع الجمعية. ساعات الجمعية بتنبهر بالمال اللي يجيبه الرئيس وما بيسألهوش. حصل ده في بعض الجمعيات وعشان ما يزعلهوش فمش الأخ اللي كان بيجيب المال ده وطبت الجمعية. فأنت عليك أنت كمؤسسة وأخباتك أن أنت إما حد ناس بعض ناس ترافقوا في الرحلات دي عشان تعرف مين المفاتيح بتاع جمع المال نفس الوقت المعلومات تحطها في الجمعية عشان لو أنا مشيت كرئيس جمعية والمعاملات دي نقول العمل الإنساني كل ذكرت أنا مفيش منحة من غير ثقافة مفيش ثقافة من غير دور. وانت من حقك انك تدافع عن المجتمع مش بتعرف تدافع عن المجتمع كنت تقف لوحدك. الاتحاد بتاع الإيلاف ده او اتحاد منظمات المجتمع المدني بالك لابد يكون قوي ولابد يكون له دعم من الجمعيات ولابد يكون اراء واطروحات وابحاث عشان تستطيع انك تقلل من التسييس اللي بيحصل عليك ده. مش انت عملته في 2016 الورقه اللي قلت فيها ان 80% من الدعم الامم المتحده بيذا في الداخل وفي الخارج مفيش دعم صح مش قدمتوها وعمل صدى اعلامي قوي جدا بس كم جمعيه مضت عليها وخدت قد ايه عشان تطلع. لو احنا مش قادرين نشوف ان قوتنا في وحدتنا وفي اننا نبني اختلافات ونبني اتحادات ونبني 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 عشان نطلع ابحاث عمره ما حد هيسمع لنا. كل المشاريع مفيدة. في مشاريع إغاثية استهلاكية في مشاريع تأهيلية وتنموية. أنا مرتبط للأسف بثقافة المانع. في ساعة الحرب زي ما قلنا في الأول إن طالما في حرب كل المشاريع الأمم المتحدة كل موجهة للأسف. أنا أجل المتبرع الآخر إن أحاول أثقفه سواء كان من دولة معينة أو شركة معينة أقول له اديني منها 10% اديني منها 15% إغاثة بس إغاثة نوعية. أنا بأهل الناس بدربهم ببني جمعيات ببني كذا ولو في جزء منها 3% أو 5% أتركه للمشاريع التنموية أعمله بعد الحرب. وده بيتطلب منك إنك لو مش قادر تقنع الأمم المتحدة بهذا الأمر يبقى تقنع المانحين الآخرين إن هم إيه يدوك ال 500 و 10 و 20 مليون. ليه؟ لأن أنت زي ما اتفقنا في الصباح أو بعد كده إن مشكلة القضية السورية إنها ما عندهاش قاعدة شعبية تمدها بالدعم. انتوا كلكم في بلاد المغرب وصعب جمع المال من بلاد المغرب من الافراد وفشلنا في اننا يعني نقنع المانح التركي ان هو يدينا جزء من اموال الصدقات بتاعته.
كنا متوجهين اما الامم المتحده واما للدول العربيه والخليج والدول الاسلاميه. يعطيكم العافيه جميعا. انا جزء ما حضرت هاي الفقره هلا هون، بس انا شايف الجزء الاساسي منها نقاط في انطاكيا يعني المباشره، وجزء من الحوارات اللي صارت كثير فايضا نسمع. لذلك فيني شاهد مجمع من حاضر المحاضره. القضيه الاساسيه دكتور هاني انه خلونا نتفق على اتجاهين اساسيات اليوم في العمل المدني. واحد يتعلق في العمل الانساني الاغاثي بشكل اساسي، وهذا محور في كارثة عملاقة في كارثة السورية، وأعتقد كثير مهم ما يزال وسيبقى مهم لسنوات قادمة. وفي العمل اللي أقول عليه الدكتور هاني اللي هو العمل الذي يهدف إلى التغيير، هو بالحقيقة مقصود فيه كل مبادئ وقيم العمل المدني اللي بتسعى لأنه تجري علاقة جديدة بين الحكم والمجتمع ممكن للعيش بأساليب الحكم السابق. هلا مشكلتنا الاساسيه واذا تنضم الى العيوب اللي حكيتوا عليها ان التنسيق بين الطرفين غير كافي الى اليوم، لانه هوياتهم بالاساس مش واضحه بشكل كافي. حكى زميلنا انه هن بيشتغلوا اغاثه، بيشتغلوا قضايا اخرى، بعد حكى على التخصص. ما بعرف هو يميل للاولى ولا يميل للثانيه، لازم يلاقي حل، لازم يلاقي مخرج لمشكله الهويه. اليوم بشكل واقعي وعملي بنحن شايفين المسار السوري اليوم، لانه المسار العام شايفينه عم نحاول ان نتاثر فيه. العاملين بالشأن الإنساني الإغاثي يمارسوا تكتيكات العمل الإنساني، وهذا طبيعي لأنه حاجات الناس يومية. العاملين بالشأن المدني سواء كان توثيق أو متابعة أو مناصرة أو إلى آخره من القضايا، اللي هن عم يفكروا بمشروع التغيير، لازم يكونوا على علاقة جيدة وتصالحية بالواقع. مشكلتنا إنه العاملين بالشأن الإغاثي العامل الاقتصادي رقم واحد في كل خططهم الاستثمارية والتنموية. والعاملين بالشأن المدني العامل الاجتماعي هو رقم واحد في خطط الاستثمارية والتنموية. كيف ممكن نعمل مصالحة الاثنين؟ هذا كثير مهم اليوم، لأنه قد يصبح العامل الاقتصادي مهم أن تنشئ علاقة مع الهلال الأحمر تكون تغطي لعلاقتك بالنظام بشكل من الأشكال. وزعنا أن نعود مرة أخرى إلى ما قبل 2011. التصويت على القرار رح يكون من 2019. تحاول تركيا ان تستحوذ على كل مكان تقوم فيه اوتشا من اعمال، وبالتالي تصبح هي المصدر الاساسي بدفع الفرات من اول، بعدين قد تكون بشراكه مع الروس لكل المجتمع السوري. لازم نفكر وين نضع ارجلنا في المستقبل، لانه على اساس ذلك بنعرف كيف ممكن نصون وحده العمل المدني السوريه في كل المناطق، وشراكه ممتازه بين الشقين المدني والانساني، لانه على اساس هذه الشراكه قد نستطيع أن نستحوذ على قسم كبير من التغيير في سوريا. أنا برأيي المسألة اللي حكيها الدكتور كثير مهمة، ما شرط أن نمر بكل هذا الهرم. في كثير ناس يعني بتقطع أشواط بعدين بيوقفوا لأنه طبيعة الحوكمة الظروف والتمويل إلى آخره، بس لا غير عن تنسيق عالي بين شقين العمل المدني. نقطة أخيرة، في كل ممارساتنا يمكن أن نكون دكانة حجي أو مدني. ليش؟ قادر اوزع سند اغاثي بطريقه دكانه الحجي، بتعرفوا شو مقصود كلمه دكانه الحجي، وقادر اوزعها بطريقه مدنيه. الفرق بينهما مهم جدا، لانه يبنى نقدر نقدم للناس نموذج واضح في الانتقال خارج اليات الاستبداد. قادر ان يقدم نموذج مدني في الاغاثي سيكون شريك ممتاز لمجموعات عمل مدني، لانه استطاع ان يفهم كيف تستطيع ان يوجد المفاتيح الصعبه للاقفال الصعبه. بشوف اليوم انه في شراكات ممتازه للتشكيل بين السوريين، والدكتور هاني اكثر مره قال السوريين قطعوا شوط الى حد ما جيد، بس الشراكه بين شقي العمل لحد هلا فيها شويه ركاب. تعالوا نفكر، هذه المؤسسات الانسانيه اللي عم تقوم حاليا بدور كثير كبير رغم انحسار المساحه الجغرافيه البعيده، كيف تعزز شراكتها مع الشق المدني ليمارسوا فعلا فقط تعقيب على كلام الاستاذ حنين. تفضل. وانا عايز اسمع صوتكم الجميل، مين هيغني بعد كده؟ تفضل. بالنسبه للموضوع التغيير والترابط تمام. اذا تمام خلاص، اذا احنا عايزين يتحقق.
بمعنى الحديث او القول ان لو تفتح عمل الشيطان يعني اذا احنا بقى في جلسه اخرى من جلسات التقيه جميله يعني ربك. فواحد بيقول احنا ضعفاء، قلت له انت مش ضعيف، انت قوي بس انت مشتت. جمع نفسك هتلاقي الاخ من الاخرين اللي قدامك شتتك، كل حدود عليك، لكن انت بكل فعالياتك وامكانياتك البشريه والماديه والذهنيه هاي المرحله هاي فينا نحن نرجع نسمع منك مره ثانيه وين توجه المجتمع الدولي حتى نقدر نحن نستجيب، وكيف هو عم بفكر يمنحنا حتى نقدر نحن كمنظمات نتعاطى معه. الشق الاخر يمكن الاستاذ علاء يمكن بيطلبوا بالدستوره ما بعرف اذا بنقدر حتى هو عنده انه نقدر ايه الشق السياسي وين رايح حتى نقدر نفهم. ايضا سؤال مهم لازم نجاوب عليه. اما فيما يتعلق بالسؤال الاصعب اللي بمو بس بعد 11 فشو حاليا شو الوضع؟ حاليا الوضع بشكل مختصر جدا، السيناريو الروسي 2015 اليوم يتقدم بخطى واضحه. المطلوب اليوم ان لا يبقى سلاح خارج اطار الدوله السوريه، وهذا يعني مصادره السلاح، تهجير العالم، ثم قبض المناطق الجغرافيه منطقه وراء اخرى. المطلوب ان ننتظر 2021 انتخابات جديده، منع حزب ديك يسمحوا بترشيح الشعب اسد وما يسمحوا، لان الروس يبدو العداله من حسب هذه النقطه. المطلوب مشكله ادلب ان تحل تركيا سلميا بدون عنف كبير، بدون ما نكرر نموذج الرقه انه 70% من المدينه مدنه من اجل خرائط داعش من المدينه، والامريكان ما اثروا بشيء خاصه من التحديد. اذا المطلوب اليوم انهاء موضوع ادلب المصفى بالنسبه في صراع ايراني سوري بجهه وروسي بجهه اخرى حول مسارات ادلب، وتركيا ضايعه بين الاثنين اليوم، الامريكان عم يضغطوا باتجاه انه يحافظوا على المناطق في غياب اليوم للدور الامريكي. ما نقدر نفعله اليوم انه ما انجزناه بالسنوات الثمانيه الماضيه يجب عدم استباحه والتراجع عنه. وهذا يعني بشكل من الاشكال ان نتقن مساله التضامن والوحده والتكافل، وهي بايدينا. وما ننسى شغله مهمه بيعرفوا الزملاء المحكيه، لازم تكون علاقتنا ممتازه مع الزملاء اللي عم يشتغلوا في الشغل المدني في كل المناطق السوريه. هذا هو الضمانه الوحيده لانه يكون مشروع على لو انت لما بصيت في الخريطه حولك المجتمع المدني ومؤسساته اصبحوا من المحظورات في كثير جدا من الدول بدون ذكر وانت طالع لي عملت لي تجربه كبيره جدا والاتراك سابوك هنا وعندك اكثر من 1000 جمعيه مسجله ومناخ وفي طاقات طلعت وفي قيادات طلعت وفي انجازات طلعت واخد بالك؟ فده بيحرج بعض الدول أو الكثير من الدول الأخرى اللي هي جزء من القرار، وإن كان ما هوش جزء أساسي لكن جزء مساعد. الكلام اللي اتكلم عنه اللي هو الاتحاد والتضامن وكذا وكذا، أنتوا عمركم سبع سنين أنتوا أنجزتوا حاجات كتير جدا، لكن من حولك يمنعوا حاجة اسمها مؤسسات مجتمع مدني. أو مجتمع مدني يستطيع أن يبني مجتمع ويبني وطن ويحاول يدافع عن الوطن. من الداخل ومن الخارج، لأن وظيفة المجتمع المدني اللي هو بيدافع عن الوطن. يبني الدولة أو الحكومة مش قادرة توصل لها. التمويل هيكون فرد أساسي أو فرد عيني. هتاخد الفلوس بتاعت الوظيفة زي ما كنت علاء أتكلم ولا مفيش فلوس. وفي نفس الوقت أنت لسه القاعدة الشعبية السورية لم تستقر بعد. عشان تستطيع تكون هي المانحة ليك. اليوم شو ممكن وأنا عم سجل يعني الحلول. يعني اليوم خلي بس تركيزنا اليوم ما هي الحلول اللي شايفينها اليوم الان كيف ممكن نحلها اليوم على صعيد كل مستوى كل جمعيه او كل مؤسسه اليوم وليش ما عم نقدر يعني نتجمع مع بعض ونحن مكبرين على انفسنا وكل جمعيه ما هي عندها حدا حد يقترح في مشاكل كثير ابو الليره والليرتين والثلاثه وهذا ايضا بيعطيك بعد تنموي اخر للمؤسسيه اللي هو عباره عن استقلالية المؤسسة نفسها، أنت لما بيكون 60 ل 70 ل 80% من تمويلك يأتي من أفراد المجتمع، فعلا بيعطيك قوة واستقلالية.